يا ساتر، هاي شنو؟ واو، شكل هاي الزحليقة الأسطورية، زحليقة الأسطورة. والله أنا فرحان كلش لأني اكتشفت المكان مالتها السري. شنو رأيكم نروح نجربها؟ اي والله العظيم أنا متحمس. يا ساتر، شوفوا شباب بنات، واو الزحليقة شكلها خرافي. شوفوا ما شاء الله، وشوفوا الماي هناك موجود، والله خرافية. اي والله العظيم خرافية. اوه دايموند. واو شباب بنات، يا شباب ويا بنات، شنو تتوقعون موجود داخلها؟ خلي نروح ونستكشف. بس قبل لا نروح، خلي اقول لكم شنو موجود داخل المخبأ السري مالتي. شوفوا هذا المخبأ السري مالتي، انا هنا أنا اختبئ. شوفوا شباب بنات، هاي مخلي لي غرفة فوق البيت مالتي. او امزي ما بحث، مخلي لي غرفة. وشنو داخل هاي الغرفة؟ اكيد يعني داخلها كل شيء ماكو. تشوفون كل شيء ماكو داخلها، واو لافا. بس بالحقيقة داخلها صندوق. شنو داخل هذا الصندوق؟ انا ما راح اقول لكم يا شباب ويا بنات. اللي يريد يعرف لازم تشوفوا المقطع كامل حتى نفتح الصندوق، وبعدين راح تنصدمون والله العظيم من الشغله اللي انا مخبئها بالصندوق. يلا يلا مو موضوعنا. وي اوكي، خلي نروح للمخبأ مالتي. اوكي نروح من هذا الطريق. لا لا لا، انا ما اروح من هذا الطريق، خاف اروح يقول لي انت سارق او شرير. يلا خلي انزل من هنا يا شباب ويا بنات باسرع وقت. انزل يا اوقع، انزل. خلي نروح نشوف شنو موجود بالزحليقه مال الاسطوره. يلا باسرع وقت خلي انزل انا يا شباب ويا بنات. انزل انزل انزل. يلا والله نزلنا. اوكي يلا حبايبنا الاساطير، ما شاء الله انا راح اوصل باسرع وقت. اي شنو من هنا؟ يلا يلا شباب بنات، خلي نروح نستكشف ونشوف شنو موجود داخل الزحليقة الأسطورية. طبعا أنا بصراحة متحمس أكثر من عندكم، لأن أنا سمعت يقولون هاي الزحليقة خطيرة وصاحبها شخص شرير وما يخلي الناس يجربونها. يلا يا رب يخليني أنا أجربها. والله العظيم أنا زعلان شوية لأن يمكن ما يخليني أجربها. يلا يلا خلي نروح نشوف. أوه شنو هاي؟ واو والله خرافية البوابة. شوفوا البوابة ما شاء الله خرافية وأسطورية. يعني انتم متأكدين راح يخليني اجرب الزحليقة؟ والله ما اعرف، خلي نروح نجرب. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ندخل ندخل ونشوف شنو راح يصير. طبعا انا بصراحة خايف شوية لان هاي الزحليقة خطيرة، واذا صاحب الزحليقة جواسم ما يخليني اجربها، والله العظيم اروح اسوي لي زحليقة احسن من عدها بألف مرة، وإلا أخليه يزعل من عندي. أوه شنو هاي القلعة الديرت؟ أوكي قلعة الديرت هاي يا شباب يا بنات. يلا يلا وصلنا وصلنا. السلام عليكم عمو، شلونك؟ هاي يا ساتر، شو عندك هنا؟ شو تريد؟ أنا إجيت أريد أجرب الزحليقة الأسطورية. لا ماكو زحليقة أسطورية، أنا ما عندي هيك شيء. لا عمو جويسم، أنت عندك زحليقة أسطورية وهت مخبئها خلف هذا الدايم. تعال شوف هاي الزحليقة مالتك الأسطورية. لا 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 لا، أنا ما خليك تجربها يا أوغا، روح انقلع من يمي، مستحيل واحد يجرب الزحليقة مالتي. أوه ليش ما تخليني اجرب الزحليقة مالتك؟ يعني شنو انت احسن من عندنا؟ اي احسن من عندكم. وشغلة ثانية، اني بنيتها وتعبت عليها، تريد تجربها اعطيني حبة دايمود. ما عندك دايمود انقلع، ما لي علاقة بيك. يعني احنا كنا اصدقاء بالمدرسة وتاخذ من عندي هسه فلوس؟ اي اني ما لي علاقة، هاي كلها ذكريات. المهم اعطيني دايمود، اصعد جربها. ما عندك دايمود روح ولي الله وياك. خلاص عمو جويسم، يعني هيك تشوفها مو؟ ايه انقلع، انا اهم شي عندي الفلوس. اوكي اوكي سهلة سهلة، والله العظيم اذا ما خليك تندم. اوه انقلع اندم، انت راح تندم. اوف يا ربي ما يخليني اجربها. اوكي شباب بنات، والله ما عندي بس حل واحد، انه اسوي لي زحليقه خاصه بي. اسوي لي زحليقه خاصه بي واقهره واخليه ما يجربها، بس اني واصدقائي نجربها. يلا يلا. جت لي خطه شريره. اوكي الخطه الشريره من وين انزل؟ او من هنا. اوكي طبعا لو تلاحظون صوتي شويه متغير لان تعبان شويه ومريض، فا اوكي مو مشكله. يلا يلا وصلنا للبيت مالتي. البيت مالتي يا شباب ويا بنات، هذا انا مخبئه هنا بيت سري. وبالادوات الاسطوريه اللي راح اسوي بها اليوم المشروع. يلا ندخل ونقول بسم الله.
طبعاً أنا يا شباب ويا بنات سمعت يقولون أكو واحد سواله زحليقة. إيه هاي الزحليقة الأسطورية، أنا راح أروح اليوم أجربها. إيه خلي نروح نجربها الزحليقة، والله تبين من البيت مالتي. واو والله شكلها أسطوري. يلا يلا خلي نروح نجرب. أوه لا الزحليقة سعرها التجربة مالتها 1 دايموند، خلينا نشوف كم دايموند عندي. يلا يلا خلينا ننزل. انزل انزل يا شرير انزل، خلينا نشوف كم دايموند. اوه هنا دايموند. اوه لا والله بس دايموند واحدة بقت عندي. هل تتوقعون سعرها الحقيقي مال التجربة 1 دايموند او اكثر؟ اوكي خلينا نشوف بعد عندي دايموند، لان انا احب الزحليقات الاسطورية. والله ما عندي بعد، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا شباب بنات مو مشكلة، خلينا نروح نجرب الزحليقة الأسطورية. أوكي أوكي هذا طريق مختصر، أوكي هذا الطريق المختصر إن شاء الله راح يعجبكم. ولا والله بالأساطير ها. أوكي أوكي من وين أطلع أنا؟ هاي شنو؟ أوه لا منو خرب الباب السري مالتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هاي هنا كان ريدستون ويشتغل هذا، وهنا كان ينفتح باب. حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الشخص الشرير اللي خرب الطريق مالتي السري. اوف والله ما عندي حل ثاني بس اروح من ذاك الطريق الثاني. اوكي يلا شو اسوي يعني مجبور شباب بنات. يلا يلا مو مشكله خلينا نروح من هذا الطريق ونروح نجرب الزحليقه الاسطوريه. اوكي اوكي يلا. طبعا الباب كان من هنا ينفتح تشوفون شباب بنات، بس يسوي حسبي الله ونعم الوكيل. يلا مو مشكلة أنا راح أجرب اليوم الزحليقة الخرافية الأسطورية ونشوف هل هي تسوى أو ما تسوى واحد يجربها. أو خلي نروح. يلا يلا أنا وصلت وصلت. السلام عليكم عمو. السلام عليكم. أوه يا ربي شو تريد هاي المرة؟ أوه عبالي أنت أوجا. أهلا وسهلا منو أنت؟ أنا اسمي بعرورة، جيت أريد أجرب الزحليقة الأسطورية. شكلك أنت فقير ما عندك فلوس. لا 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 عمو لا لا، شوف 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 عندي هاي آخر دايموند، شوف هاي هاي دايموند الأخيرة اللي عندي. الله عليك خليني أجربها. طيب أعطيني الدايموند وإن شاء الله راح أجرب الزحليقة مالتي. أكيد تستاهلها عمو تستاهلها، هاي الدايموند تشوفها جيفت، هدية أعطيتها لك أخذها. اوه والله خرافية، خلاص خلاص تقدر تجرب الزحليقة مالتي. اوه شكرا لك عمو شكرا شكرا شكرا. يلا خلينا نصعد نجربها. ها تعال لحظة لحظة. ها شنو شنو؟ انت صديق اوغا لو لا؟ منو هذا اوغا؟ اني ما اعرفه. اي الحمد لله ما تعرف اوغا، لان اني اكره اوغا، لان قال راح يسوي له زحليقة احسن من مالتي، واني ما اريد واحد يهزمني بالزحليقات لان مالتي الزحليقة احسن. اي والله انت احسن زحليقة عندك بالعالم. اي اي يلا روح جربها مبروك لك. اوكي اوكي هلا والله شباب بنات. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوه واو شوفوا المدينة. اوه ماي جاد شوفوا شوفوا اني ما راح اتحرك، هي الزحليقة بنفسها تحركني. اوه والله خرافية. اوه ماي جاد اوه والله خرافية شباب بنات، احلى زحليقة اجربها بال عبالي طحت، احلى زحليقة اجربها بالعالم يا شباب ويا بنات. اوه والله خرافية، ليش ما اسوي لي زحليقة اني بالبيت؟ بس ما عندي دايموند. اوكي يلا يلا خلي اروح اشتغل واجمع بعد فلوس وارجع العب بهاي الزحليقة. اوه انا سمعت يقولون انه اوغا راح يسوي لي زحليقة مال فقراء ويخلينا نلعب بها ببلاش. يا رب اوغا اوغا يكمل الزحليقة مالته حتى نلعب بها ببلاش. يلا يلا مو مشكلة. اوه خلينا ناخذ هذا البومكن او اليقطين ها ونلبسها. شوفوا شباب بنات نلبسها. اوه والله اني صرت وحش. اوكي خلينا ننزعها ما اقدر اشوف عدل. يلا مو مشكلة خلي ارجع للعمل احسن لي يا شباب ويا بنات. طبعا اني اشتغل بهاي القرية بالمصنع هذا يا شباب ويا بنات. يلا خلي ارجع للعمل احسن لي. يلا يلا شباب بنات اني تأخرت عليكم، يلا خلي نكمل الزحليقة مالتنا وان شاء الله نهزم هذا جويسم الشرير، والا اخلي كل الناس وكل الاساطير يجربون الزحليقة مالتنا ببلاش، مو مثل جويسم الشرير مخلي زحليقته بفلوس وهو يعرف اغلب الناس فقراء. يلا مو مشكلة خلي نجيب الادوات اول مرة ونجيب. اوه هذا الباب شنو نعوفه ايضا عندنا. والله العظيم انا متحمس اكثر من عندكم، لان هاي الزحليقة اللي راح اسويها راح تصير اكبر. اوه وات؟ اوه لا ما عندي بس ديارت، والله شكلها
اوف يا ربي، والله شكلها راح تكون زحليقه مال فقراء، بس يلا احسن من كل شيء ماكو. يعني احسن من ما نبقى بدون زحليقه خاصه بينا احنا الفقراء. اي والله العظيم، بس وين اسويها؟ اوكي اي اي هنا راح اسويها ان شاء الله. يلا حبايبنا الاساطير نبدي بالبناء. او وين البوكيتات مالتي؟ البوكيتات وين؟ لازم اجيب لي بوكيتات حتى اقدر اجيب الماي من هاي البحيره او هاي البحيره اللي هنا. اي لازم نجيب البوكيتات، والله شكلي نسيتها اني بالصندوق. اوكي اوكي خلينا نجيب البوكيت. اوه وين البوكيتات؟ والله شكلي ما عندي. حظي سيء، ما راح اقدر اسوي زحليقه بدون بوكيتات مال ماي. طيب هسه شنو الحل؟ اوه عندي حل، عندي حل، والله العظيم عندي حل اسطوري. ليش ما اروح الصديق في حمديه اقلها تعطيني بوكيتات من المحل مالتها، لان هي عندها محل ببوكيتات وبيتزا وما ادري شنو، والبوكيتات هاي تبيع بيهن حليب وعصير، فراح اخذ يعني راح اخذ لي كم وحده. اوكي يلا يلا مو مشكله، ندخل نقول بسم الله. السلام عليكم، شلونك حمديه؟ حمديه ما موجوده، شو تريد؟ اني اجيت اريد اخذ يعني 16 بوكيت مال الماي اذا عندكم. لا ومال شنو اعطيك بوكيتات منو انت اولا؟ اني صديق حمديه اسمي اوغا، سئلي عني وراح تعرفيني. لا ما ساعدك، شنو نروح انقلع اطلع برا. اوف والله العظيم كان حلم حياتي اسوي زحليقه مائيه مالتني، بس انت ما تقبلين تساعديني. اوه تسوي زحليقه؟ والله حلم حياتي العب بالزحليقه. ايه يعني انت تحبين الزحليقات المائية مو؟ ايه اكيد احبين. طيب اعطيني بوكيتات فارغات حتى ان شاء الله نسوي الزحليقة. طيب انا عندي عندي بوكيتات بهذا الصندوق، اذا تريدني اعطيك 4 بوكيتات عندي مهمة لازم تسويها. شنو 4 بوكيتات؟ انا اريد 16 بوكيت، اريد استكمل بوكيتات. طيب اعطيك كل البوكيتات اللي عندي بس بشرط. اوه وشنو هذا الشرط؟ أنا ما أعرفه، قليلي. إيه الشرط؟ هو لازم أنت وكل المتابعين وكل المشاهدين تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات وتوصلون قناة أوغا إلى 3 مليون مشترك بأقرب وقت. اوه يلا شباب بنات، مثل ما شفتوا الطريقه الوحيده اللي اقدر اكمل بيها الزحليقه المائيه مالتنا هي بمساعده هاي البنيه، والبنيه تقول عندي شروط، الشروط مالتها كلهن سهلات. يلا هسه كلكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات وكتبوا بالتعليقات حمله توصيل اوغا 3 مليون مشترك. يلا شباب بنات، اي يلا خذ البوكيتات تستاهلين يا اوغا. ايه يلا خلينا نشوف وين البوكيت. اوه والله البوكيتات في مكان اسطوري. اوه اريد الديخت مالتي. اوكي يلا يلا حبايبنا الاساطير، يلا اني رايح اصنع الزحليقه. ايه ومن تخلص ارجع لي حتى اجربها معاك. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. يلا يلا خلينا نروح نسوي الزحليقه. اوكي يلا حبايبنا الاساطير، طبعا ليش اريد اسوي اني زحليقه؟ لان جويسن ما يخليني اجرب الزحليقه مالته. يلا خلينا نروح نسويها وان شاء الله راح تعجبكم يا حبايبنا الاساطير، وهذا جويسن ان شاء الله راح يتندم على كل لحظه طردنا بيها. اوكي وين نسويها؟ اوكي لازم نسكر هذا الطريق وهاي 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 وهاي. يلا يلا حبايبنا الاساطير نجي نرتفع. شوفوا 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 نرتفع، 1 2 3 4 5. اوه والله 5 مربيه. اوكي 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 حبايبنا الاساطير، ومن انا ايضا 5. شوفوا ليش جاي اسويها اني 5، هسه راح تعرفون. شوفوا شباب بنات هسه نجيب هاي. شوفوا 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 الابداع يا حبايبنا الاساطير. شوفوا نصعد من هذا الشكل، تمام. هسه نسوي طريقة بهذا الشكل يا حبايبنا الاساطير، هسه راح تعرفون كل شيء والله العظيم، بس صبروا لي. اوكي والله العظيم هذا المشروع يا حبايب الاساطير اني خططت له كثير. ايه يلا يلا مو مشكلة، تمام تمام. اوكي هسه بكل وحدة لازم نخلي 7. اوكي نبتعد 7. شوفوا شباب بلت 1 2 3 4. اوكي هاي 4 5 6 7. هسه تقولي لي شنو 7؟ ما جايني افهمك يا اوغا ايش تقصد. هسه اقول لكم حبايبي الاساطير بس صبروا لي وشوفوا. اوكي يلا يلا مو مشكله، تمام يلا مو مشكله، هسه راح تعرفون شنو قصدي اني ب7. اوكي شباب بنات
لا هاي خطأ، هاي خطأ. أوه والله بدأت تمطر. أوكي أوكي بدأت تمطر حبايبنا الأساطير، بس مو مشكلة أني ما أهتم للمطر. أوكي هسا نجيب البوكيتات، لازم نترسن كلهن ماي. إيه لازم كلهن. أوكي يلا يلا خلي نجيب الماي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. او كافي، راح ينترسل الانفنتوري عندي. اوكي طبعا بصراحة انا هذا المشروع مفكر بيه من زمان اسويه، بس ما كانت عندي بلوك بوكيتات مال ماي. اوكي يا رب صحيح، يا رب صحيح. هلا والله صحيحة. او ماي جاد يا شباب يا بنات. اوكي 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 تمام، هسه شوف اللي راح اسويه. 1 2 3 4 5 اعتقد هسه تمام يا حبايبنا الاساطير. ايه شوف اللي راح اسويه حبايبنا. اوكي هاي نعوفها بهذا الشكل مؤقتا حتى نقدر نكمل المشروع. اوكي امشي امشي بسرعه. 1 2 3 4 5 6. هلا والله، هاي انقطع الماي من هذا الاتجاه مثل ما جاي تشوفون. اوه هذا ليش يعبر منها شكو؟ اوه تسريب، عندي خطا، عندي خطا بالمشروع مالتنا مال الزحليقه. اوكي اوكي وانا اقول شنو المشكله. اوكي يلا يلا حبايبنا اوكي يلا يلا. اوه يا الله يلا. 1 2 3 4. هلا والله هسه تمام. مثل ما تشوفون راح تكمل الزحليقه. هسه تقولون يا اوغا هاي مو زحليقه، لا زحليقه مائيه ان شاء الله راح تعجبكم. شوفوا بس اريدكم تفكرون وياي. اوكي شباب بنات، اوكي بهذا الشكل تشوفون. اوكي كم وحدة لازم؟ لحظة بس خلي اصعد اني، خلي اصعد. اوكي اصعد اصعد يا اوغا، اصعد اصعد. اوكي هذا الطريق الثاني مثل ما جاي تشوفون، بهذا الشكل راح يكون ان شاء الله يا حبايبنا الاساطير. طبعا ليش اني جاي اخلي كثير بلوكات من دير؟ لان ما عندي غير بلوكات. اوكي هاي لازم نعدلها، اني خايف شوي يطلع القياسات خطأ. فهسه راح نكسر هاي ونقول بسم الله. شوفوا شوفوا شوفوا، هلا والله. اوه والله البرق ضرب هنا. اوكي هسه نكسر هاي البلوكات يا شباب ويا بنات. شوفوا اللي راح نسويه، نجيب الشفل نكسر ذني ان شاء الله كلهم حبايبنا الاساطير. هسه انتم قلتوا لي يا اوغا انت شلك شلك بالبوكيتات كلهم، انت كنت تحتاج بوكيت واحد كافي عليك. صحيح شباب بنات، بس اني عندي مشروع خرافي. اوكي نكسر ذني حبايبنا الاساطير، شوفوا اللي راح اسويه. والله العظيم احسن من الزحليقه مالت جويسم الغبي. جويسم غبي، لو هو ذكي كان خلانا نجربها بلاش لان احنا فقراء. اوكي يلا مو مشكله، والله العظيم هسه يزعل كثير لان يعرف احنا صارت عندنا زحليقه خاصه بينا. اوكي نكسر هاي. اوكي او هاي خطا، يلا مو مشكله. هسه شو نسوي؟ هسه تعرفون شوفوا 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 شباب بنات، شوفوا شوفوا الابداع، شوفوا الحركه. اوه خطا، التصميم خطا، التصميم خطا. اوكي 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 باسرع وقت خلي اطلع عني، لازم نعدل التصميم. واني اقول شنو السبب او شنو الخطا؟ اوكي اوكي لازم هذا المكان يا حبايبنا الاساطير. شوفوا شوفوا شوفوا، اي اي لازم هذا كله نكسره. اوكي شوفوا 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 الابداع، شوفوا الحركات، شوفوا التطور، شوفوا الاسطوره. او ماي جاد، يلا بس نكسر هاي راح ينجح المشروع. هلا والله. اوكي هسه شوفوا الحركات، شوفوا شوف بصوا الحركة دي، هاي اغنية مصرية اعتقد. اي هسة تمام انضبطت تمام، نصعد يلا. اوكي طبعا اني شوية شوية متحمس اكثر من عندكم. يلا هاي نربطها بهذا الشكل تمام. هسة هاي نكسر هالبلوكات. هسة هاي اني ليش جبت بلوكات مال ماي كثير؟ عرفتوا اكيد اكيد عرفتوا حبايبنا الاساطير انتم. اوكي هسة نخلي 1. هلا والله. 2 طبعا اني مو شرط اترسها كلها، بس الفكرة يعني انه لازم نخلي كثير ماي. او هاي لازم نسويها بهذا الشكل حتى ما يطيح الماي. اوه والله كثير بوكيتات صارت عندي فارغة. اوكي نجيب الماي بهذا الشكل حبايبنا الاساطير. اوكي اوكي نجيب البوكيت مال الماي الثاني والثالث. اوكي اوكي اعتقد لازم اسوي الانفينيتي ووتر بهذا المكان. اي والله العظيم لازم اسوي الانفينيتي ووتر. اوكي اوكي يلا يلا مو مشكله مو مشكله حبايبنا الاساطير. يلا على الاقل كملت المسبح مالتنا. اي والله العظيم. ها يلا يلا خلينا نجرب الزحليقه مالتنا، نروح نجربها. اوه الدنيا جاي تمطر، خلي اروح انام. اي طبعا شويه صوتي صار زين لان تعرفون اني دائما اصور مقاطع، كل مقطع والله العظيم يشتغلون معي 7 اشخاص، اني واخوي وابن عمي وبعد ويانا اصدقاء ناس يشتغلون معي بالصوت والتصميم الصوره المصغره و...
عناوين وكل شيء، يعني كثير ناس، 7 أشخاص يشتغلون معي وأني نصير 8 أشخاص، يعني 8 أشخاص نشتغل على مقطع واحد، والمقطع ياخذ من عندنا تقريبا يوم كامل تصوير وتعب ومونتاج، وانتم ما تقدرون هذا التعب. والله العظيم حتى صوتي تعب وكلش تعبت أني. فشباب بنات، إذا تقدرون جهودي وتعبي معاكم وتحبون مقاطعي، كتبوا لي بالتعليقات احنا نحبك يا أوغا. والله العظيم أني أقرأ تعليقاتكم كلها، ومرات أقرأ تعليقات والله العظيم تحمسني كلش وتخليني ما أسحب على اليوتيوب وأقطع. مثلا وحدة كاتبت لي: يا أوغا، أني وخواتي وعمامي وأصدقائي كل احنا نتابعك وصار لنا 1 أو 2 سنين. هاي التعليقات حلوة. إيه شباب بنات، يلا يلا مو مشكلة، خلي أنام هسه اوكي، حتى ان شاء الله بس يصير الصبح نروح نكمل، اقصدي نلعب بالزحليقه مالتنا. اي اعتقد هسه صارت الدنيا صبح. طبعا هاي البوكيتات كلها بعد ما احتاجها تقريبا. اوكي نرجع الاغراض كلهن. ليتس جو حبايبنا الاساطير، شكرا للبنيه اللي اعطتنا البوكيتات الاسطوريه وساعدتنا، وشكرا للمتابعين اللي ضغطوا لايك. والله تعرفون الزحليقة مو كلش صحيحة 100%، بس هذا اللي نقدر عليه لان احنا فقراء. اوكي اوكي، احسن من الزحليقة مال الاسطورة. او ماي جاد، يلا نقول بسم الله. اوه حلوة 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 الزحليقة مالتنا. اوكي يا رب يا رب تطلع الزحليقة خرافية مثلكم يا اساطير. ييه يلا 3 2. اوه خرافية، اوه خرافية خرافية، على الأقل عندنا زحليقة. فا أوكي شباب بنات، خلي أصعد أصعد يا أوغا، أصعد صعدت. أوكي شباب بنات، شكرا على المشاهدة. طبعا وصلنا لنهاية المقطع، مثل ما قلت لكم شكرا على المشاهدة، لا تنسون هسه اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وأيضا تابعوني على الإنستغرام، رابط حسابي مال الإنستغرام بالوصف. وما حب أطول عليكم أكثر، وبس مع السلامة، باي باي. ويي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 ي